النادي الافريقي يمشي عبد الله مومن تجاب ولا هدف في التعادل، هدف في التعادل للنادي الافريقي في الدقيقه تقريبا 20 دقيقه لعب، عبد الله مومن تجاب يسجل هدف في التعادل للنادي الافريقي الجزائري. عبد المومن تجاب تقريبا بعد 245 دقيقه لعب النادي الافريقي ينجح في تسجيل اولى اهدافه في مرحله